مساء الخير. ضيف اليوم اسمه زيد خيامي، الصفة الرسمية رياضيا مدير عام وزارة الشباب والرياضة من 27 سنة. الصفة غير الرسمية في الرياضة هو مهندس التسويات الرياضية أو أبو ملحم الرياضة بلبنان، أقدم مدير عام بالدولة اللبنانية، حربوق الإدارة الرياضية. بعد 27 سنة بوزارة الشباب والرياضة ضيفي باقي العلامة الفارقة وباقي العمر التقاعد، العمر كله. مساء الخير. مساء النور. راضي أول شيء على الانترودكشن؟ إيه ماشي الحال. يعني أنا كنت أحب مسلسل أبو ملحم كتير، بس مش لهالدرجة. يعني أنا تسوياتي كانت بتقوم مش على حل الخلافات العائلية، بتقوم على حل الخلافات الرياضية، على بس على إيجاد صيغة توافقية تجمع بين كل بالعائلة الرياضية، بالعائلة الرياضية، بس تجمع الأفضل عادة. وهذا اللي كنت اشتغل عليه. ما هو أبو ملحم، هي أبو ملحم إيجابي يعني. كانت مشاكله غير مشاكلنا، مختلفة تماما. احنا مشاكلنا الرياضية صحيح. يعني مع أنه كل يعني الرحمة على أبو ملحم وملحم.